ومرحبا بكم مجددا في قناة فاتي ديليس. اليوم جبت لكم كيف العادة وصفة بالعجينة المورقة اللي هي لاباط فايتي اللي هما لي دانواز لي دانواز او زابريكو. اذا واش اللي قلنا بور لي دانواز او زابريكو؟ الا قلنا انا كريم باتيسيير عليك دونك درت لكم عليها فيديو تقدروا تروحوا تشوفوا كيفاش ندير. عندكم هنايا دي بيش دي مواتي دو بيش ولا عندكم دي ابريكو سي اونكور ميو. البيض باش نديرو فوق لاباط اي بيان سور لاباط فايتي. لاباط فايتي كذلك درت لكم عليها الفيديو تقدروا تروحوا تشوفوها كيفاش تندار. اذا نروحو نبداو نديرو هاد لي دانواز او زابريكو. اذا الحاجه الاولى اللي نديروها نحلو لاباط فايتي ديالنا هايليك نحلوها باش نديرو لي كاري ها لي بياس جايين اون كاري هنا. رايحة نستعمل برك نص تاع لاباط ماشي بزاف هنا غادي نخلوها من بعد دونك نباري توجور لو بلان دو طرافاي ديالنا هاديك دونك ليبيسور تاع لاباط ما يلغش تكون بزاف خشينة ما يلغش تكون رقيقة ها يعني تكون متوسطة On va essayer de faire au moins 6 danoises. Je ne vais pas faire la pâte parce que maintenant, je peux dire que je vais développer neuf le four. On a dit que je vais faire la pâte. Je vais faire la pâte. لا درتوها بيان سور في الصباح تستعملوها مع الحشيه ولا ديروها في الليل تستعملوها مع الصباح. فوالا الوغ دوك كيما راكم تشوفوا هاوريك سي ان ريكتانغل دونك نقطع 6 كاري نباغاليزي دابور لاباط ديالنا هيك سيون قطعوها يعني ايكال هيك اي فوالا كما راكم تشوفوا درت 6 تاع لي بياس كيما هكذا باقي جو كاري ما يجوش بزاف كبار ما يجوش بزاف صغار هاملك دونك لي بيسور تاع لاباط كيما راكم تشوفوا ماشي بزاف رقيقه ماشي بزاف خشينه موين دونك نبداو الفاصونيو هاد لي دانواز تاعو دونك اون با ديجوني لا سيرفاس كامل تاع لي 6 بياس لي درنا هاهيك هنا كيفاش نديرو نوري لكم هايليك نحكمو ان كاري دونك نجيبو لي 4 كوان هنا في الوسط ها لي 4 كوان تاع لاباط نجيبهم في الوسط جينا هكذا نزيدكم واحده اخرى هايليك ها هو كيفاش يجيكم دونك كامل ندير لهم هكذا لي 4 كوان كامل نجيبهم في vers le centre. Ah, l'équipage comme tu vois. Yani, c'est un gâteau au sel. Yani, il n'est pas compliqué. Hein, c'est facile à façonner. C'est juste, il faut bien réussir votre pâte feuilletée. Voilà. Donc, un don d'irohome dans un plateau. Donc, le plateau. عندكم ان بلاطو كيما هكذا كون شويه صغيره على حساب لا كونتيتي اللي ديرو نتوما دونك فوالا ديسبوزي كامل هنايا فوالا هناك هاك كيفاش راكم تشوفو دونك نزيد ندير بيض من الفوق دوكا درنا من الداخل دوكا نزيدو من الفوق هكذا
باش يجونا دوري هان. الفرن اللي شعلته 350 درجه الى يكون سخون avant ما نديرو هاد لي دانواز لا بات فيتي. تحب الفور يكون فريمون سخون ولا تمبيراتور تاعو تكون عاليه. دونك درتو 350 درجه فرانهايت واللي عندها سيلسيوس ديرو 180. اطيبهم يكون ما بين 35 40 دقيقه. دونك maintenant واش نديرهم؟ نديرهم لا كريم باتيسيير. ناخذو اون بوشا دو لا دو يعني ما يهمش الا كانت ادونتيلي ولا كانت ساب. المهم حنا نحطو لا كريم باتيسيير ديالنا. دونك ندير لا كريم باتيسيير هنا. يعني ستروني سي ان تري تري بون غاتو هان. هاوليك نديرو هنايا اون بتيت غوزاس فوالا هاوليك. فوالا هاوليك كيفاش يجو. نحطو اون بتيت غوزاس تاع لا كريم باتيسيير او سونتر. فوق هاد لا كريم باتيسيير نديرو لي ترونش دو بيش تاعنا. دونك هاوليك يعني نورمالمون هما يجو بلي زابريكو باسكو يجو صغار، مي كيما لقيتش لي زابريكو غادي نعوضهم بلي بيش. مي نتوما لا لقيتو عندكم لي زابريكو دو بريفيرونس ديروهم، سينو تقدرو ديرو هاد لي بيش. دونك هادي كبيرة ما نقدرش نحطها كامل، هادي تخي كروند. دونك واش ندير؟ ندير ان تيار هكدا، ان تيار نحطها في الميليو كما راكم تشوفوا. فوالا ان تيار سا سوفي. هانيك يعني هاد لو كاطو اون بو با رومبلاسي ان اوتر فروي باسكو يندير بلابريكو ولا بلا بيش باسكو لا بيش كو ميم روسومبل ان بو لابريكو. دونك هاولو كيفاش يجيكم. دونك نديروهم في لو فور نطيبو ابخي 40 مينوت 35-40 مينوت ان شاء الله نخرجوهم. اذا اخواتي ها هو لي كيما راكم تشوفو ها طابو ها تحمرونا كامل ها. دونك نديرهم شويه تاع لاباج ابريكو ها هو ليك. دونك عندكم لاباج نوتر ديرو نوتر. دونك نديرو كامل لاباج من الفوق. Ça va lui donner un aspect brillant, bien sûr. Donc, quand tous les plus fort, à peu près 40 minutes. نقدمهم في صحن التقديم ونعاود نرجع لكم. هذا فوالا نو دانواز طابو لنا كيما راكم تشوفوا تحمروا تري تري بيان من الفوق ها. لا بات فيتي تفخت تري تري بيان فوالا. دونك جيسبر تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. جربوها يعني سهله ما هياش صعيبه. اذا هذه هي اخواتي جينا في نهايه الحصه تاع اليوم. يعني درت لكم وصفه خفيفه وظريفه جيسبر تكونوا فهمتوها وتكونوا تبعتوني. دونك جربوها في الدار يعني حاجه سهله ما تطلبش وقت وما عندهاش يعني بزاف مكونات. سوفي برك يعني كما قلت لكم في الاول لقيت نجحوا مليح في لاباط فيتي. دونك هذه هي ما عليا نقول لكم غير بقاو على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.